ننتقل للنوع الثاني من النيكروتيك توس، وهو الأسنان اللي حصل معاها تورم، أو اللي إحنا هنقول عليه أبسس. تمام، دايما الأبسس هو رابيد جروينج ليجن، يعني المريض نام صحي وشه وارم. تمام، بيكون حصل مثلا من فترة ورجع تاني، أو أول مرة يحصل، يعني ممكن يكون كرونيك وحصل له أكيوت إكزيربيشن، وممكن يكون أكيوت أول مرة يحصل، ودي من أصعب الحالات في المانجمنت، واللي بنسميها انتراوسيوس ليجن. زي المريض اللي على الشمال، المريض هنا نام كان عنده ألم شديد، أخذ مسكنات ونام صحي لقى وشه وارم، ودي كانت أول مرة يورم. لما نيجي نبص على النوع ده من المرضى، هنلاقي إن التورم زي ما يكون داخل العظم، العظم حصل له بالونينج أو بدأ يتنفخ، المريض عنده سيفير بين ومش قادر يتحمل، مفيش أي أنالجيسيك بيجيب معاه نتيجة. واحد من النوع ده من المرضى، والاخطاء اللي دايما بشوفها معاه، ان الطبيب زميلي يديله انتيبيوتيك ويقول له لما الورم يروح تيجي علشان نبدا نشتغل علاج جذور. المريض ده اولى واحد انك تبدا معاه علاج دلوقتي حالا. تمام، بنعمل له حاجه اسمها ايمرجنسي فيزيت، ان انت تفتح له اكسس كافيتي وتبدا تتخلص من جزء كبير من الدنتين بتاع الروت، تبدا تعمل الميكانيكال بريبريشن بتاعك، حتى لو هتعمل فول ميكانيكال بريبريشن، وتعمل ايبيكال فيوليشن بسمول مانوال فايل علشان تعمل ريليز او تبدا تسمح للسوائل اللي موجوده تحت السن انها تهرب من الانتراكنال درين اللي انت خلقته، وبالتالي المريض يبدا يشعر بارتياح في خلال يعني ساعات. بيكون المريض ما عندوش اي الم، او الالم اللي عنده اقل كتير من الاول، ودي اول حاجه في المانجمنت بتاعت الانتراوسيوس ليجن. المريض جاي لك بيشتكي من الم شديد، انت قدرت تعمل ريليف للبين وتقدرت تكسب ثقته، هنا المريض هيكمل معاك علاج الجذور. طيب، على النقيض، النوع الثاني اللي هو الاكسترا اوسيوس، ان حصل خلاص انتقال للليجن من داخل العظم لخارج العظم، وده المريض بيكون عنده الم اقل كتير من الصوره السابقه، ما بيكونش اول مره يورم، ممكن يكون حصل ورم مره واثنين وثلاثه قبل كده، والمريض اهمل وبدا يرجع لك. وهنا بيكون عندي هايلي ريزيستنت انفكشن جوه الروت كانال، بيكون المانجمنت بتاعها اصعب، بيكون البروجنوزز أسوأ، بيكون كمان النسب الفيلير أعلى، أو إن يحصل ريكارنس يعني. فهتكون الصعوبة هنا في إنك تمانج أو إنك تقدر تعمل روت كانال ديسنفكشن في حالات الإكسترا أوسيوس ليجن. تمام، فنبدأ ننتقل كده وناخدهم واحدة واحدة. الحالات اللي قدامي هنا دي حالات إنترا أوسيوس ليجن، اللي حصل إن المريض بيجي وبيشتكي من ألم مستمر لأيام. تمام، والمسكنات ما بقتش بتجيب معاه نتيجه، او بدا يحصل تورم. لو ما قدرتش ان انت تعمل ايمرجنسي فيزيت، فالطبيعي ان الانفكشن بتبدا تاخد مسار تاني، ممكن تنتقل للفيشل سبيسز.